الدنيا احلى حاجه المصري وحلاوته والخوص المصري من عند الحاج سيد خوص. احنا هنا في البارتيشن بتاع ما فيه الموجود في سبوك مول، بس هم اصلا مكانهم منورنا. قول لهم بقى مكانك فين في كرداسه بالظبط؟ عند شارع السياحه. عند شارع السياحه الحاج سيد خوص، وانا هكتب لكم رقم التليفون بتاع الحاج سيد اللي عايز يشتري الحاجات دي بالجمله هيعمل له خصم. بصوا دي بتتحط على الترابيزه تحت الصواني السخنه، دي جميله جدا. وكمان في بقى الحاجات اللي هي بتاع طبق العيش، الحاجات دي فبنروح ودي بقى دي الهدايا بتاع، عارفين لما كنا في الاقصر واسوان كانت الحاجات دي بقى، قعدت اقول بيعملوها ازاي، دي هاند ميد، دي كلها صناعه مصريه. بصوا هدايا حلوه قوي، ويعني فولكلوريه ان احنا ناخد مثلا اكسسوارز ونحط مثلا حاجه قطيفه ونهادي اصحابنا من الحاجات اللي هي من عند الحاج سيد خوص دي. بصوا في اشكال كتير قوي، وفي الملون. هم منورين في ما فيه سبوت مول التجمع الخامس امام جيت فور. الشنطه كمان اللي انا ماسكاها والحاجات كلها، بصوا عندهم تنوع غير عادي. مصطفى ايه الحاجات الجديده؟ مثالي كنتوا بتحطوا فيه التعبان ويطلعوه. لا ده سبت عيش برضو بيحافظ على العيش، حلو قوي قوي ما شاء الله. وعندهم العقال، العقال الفلسطيني والشال الفلسطيني بتاع شرم الشيخ لما نروح نركب بيتش غسيل. بتقول لي دي اكسسوارات. بس انتوا عندكم سبت الغسيل هناك اهي. بصوا عندهم كل حاجه من الخوص والشنط الجديده الهاف. بصوا زي القمر، نص قمر نص دايره، وسبت الغسيل. سبت الغسيل ده جميل قوي. الحاجات دي لما بتتعرض للميه مصطفى ما بيجرالهاش حاجه ولا بيجرالها اي حاجه؟ جميل. والتربو بتاع المطبخ اهو، والله احلى من البلاستيك واشيك في المطابخ. عايز اقول لكم ان الوقت وده ايه؟ صواني. بتاع الصواني السخنه. انتوا متخصصين في الحاجات الخوص يا مصطفى. شغل صناعه ايديهم، والجمال اللي بتتباع في الاهرامات اهي هم اللي بيعملوها اصلا، شغلهم جميل وحاجتهم حلوه قوي. الحاج سيد خوص كان منورنا على القناه. ده شكل البارتيشن. يلا كل اللي يعجبه الشنطه بقى ينزل سبوت مول، دور على الحاج سيد. اول ما تنزلوا شمال من السلم هتلاقوه موجود. موجودين بكره، ولو يا جماعه حد عايزهم هيلاقوهم موجودين في كرداسه او الشارع السياحي او ايه. تعالوا بس على الحاج سيد خوص ومصطفى، وهناخد منهم الرقم ونكتب على الفيديو. نورتنا ونورتنا على قناه انت ناجحه، كل جديد لغايه الخوص وكل حاجه منفرده ويونيك هتلاقوها عندنا على قناتنا، قناه انت ناجحه، دايما مستمرين ومتجددين ومتنوعين.